مساء الخير، معكم منير عجم من شركة سكاد بحلقة جديدة من حلقات المعرفة بإدارة المشاريع. بهالحلقة حركز على دليل المعرفة بإدارة المشاريع من منظمة بي ام اي اللي هو البومبا جايد. حركز اليوم على أربع حنجرب يمكن نحطهم بأكثر من حلقة، الأربع المعلومات ممكن مفهومة غلط عن البومبا جايد، اللي هو مثل ما قلنا البومبا جايد هو المرجع المنشور من منظمة بي ام اي العربي له دليل المعرفة بإدارة المشاريع. مثل ما قال في عدة معلومات مغلوطة حول هالدليل هذا، حنجرب نوضحهم على الأقل. حركز على النقاط الرئيسية قبل ما ندخل فيهم. بتمنى انه اللي عم بتسمع على الفيديو هون ما يفهم هالشيء اذا انتقاد، بينما هو توضيح لبعض الامور اللي مفهومي غلط. خلينا نبلش نفوت ندخل بالموضوع مباشرة. الموضوع الاول، اكتار بالعالم وخاصة بعالمنا العربي بيعتبروا البومبا جاي دليل المعرفة هو ستاندرد. يعني كلمة ستاندرد هو إلى أهميتها وإلى مفهومها، يعني ممكن ناس يسموها كمعيار، بس إن هو ستاندرد. هلأ الكلام مش لإلي، إذا بنرجع نحن لكتاب البومباك نفسه، الستاندرد اللي الخطأ ليش عم بصير فيه خطأ هون؟ لأنه على كتاب البومباك موجود ختم الأمريكان ناشونال ستاندرد انستيتيوت، إنه هو كال على الكتاب تعطينا فكرة انه هذا الكتاب هو الكتاب بشكل عام هو معترف فيه كستاندرد من منظمة المعايير الامريكية. وفي كمان ختم تاني على غطاء الكتاب بيقول انه هو جلوبال ستاندرد، يعني ستاندرد عالمي. اول شيء ما في منظمة بتعطي ستاندرد شيء اسمه جلوبال ستاندرد. هيدي يعني معلومة من بي ام اي محطوطة، ما بعرف شو مرجعهم، يعني يمكن يكون عملية تسويقية لا أكثر ولا أقل. بينما بالنسبة للأنسي ستاندرد، لأنه هو كتاب معترف فيه من قبل منظمة المعايير الأمريكية، هي كمان معلومة خطأ. وهذا بنرجع نركز هون، هذا مش رأينا، هذا حتى الكتاب البي ام اي وبي ام اي نفسها بتذكر بتقول إنه البومباك جايد هو دليل مش ستاندرد. في فرق بين كلمة دليل جايد يعني وستاندرد اللي هو معيار، أما مرجع أما شو بدنا نسميه بنسميه المرجع. الستاندرد تبع إدارة المشاريع تبع بي ام اي هو موجود داخل كتاب البومباك، سابقا كان موجود من ضمن الفصل الثالث شابتر 3، هلأ صاير كأنكس بآخر الكتاب في 40 صفحة. يعني كتاب البومباك جايد في شي 620 صفحة، هذا نسخة الإصدار الخامس. الستاندرد اللي هو معتمد من قبل منظمة المعايير الأمريكية الأنسي هو فقط لا غير حوالي شي 40 صفحة. هلأ ليش هالمعلومة مهمة وليش عم نجرب نشارك هالمعلومة نحن؟ لأنه الكتار عم بيعتبروا البومباك جايد هو مثل الكتاب مقدس، يعني أنه هو المرجع الأساسي والأول والوحيد لإدارة مشاريع بالعالم. وهذا خطأ، لأنه هو مرجع لا شك وله أهميته، وأنا شخصيا نستعمل المعلومات الموجودة فيه مثل ما قلت من أكثر من 20 سنة. ولكن هو بالطبع مش هو بس دليل، مش مرجع أساسي، في مراجع تانية، وإذا بنعتمد عليه وحده مش كافي. كمان هون خلينا نوضح انه هذا مش بس رأي شخصي. اذا بنرجع لكتاب البومباك نفسه، مثل ما قلنا البي ام اي هي بتقول انه هالمرجع هو جزء من المرجع، جزء من 600 صفحة وفقط الانسي ستاندرد اللي هو موجود كان اكس. هذه شغلة شو اهميتها؟ أهميتها أنه لما بنعتمد نحن أنه هذا هو ستاندرد، أما ذي ستاندرد للبروجكت مانجمنت، معناتها نحن عم نعتبر حالنا أنه هذا هو المرجع الوحيد وما في لزوم نطلع على أي مكان تاني. وهذا الشيء خطير جدا، لأنه بيأثر ل أنه ما نعتبر أي مراجع تاني لإدارة مشاريعنا، ونعتمد أنه هو هذا المرجع الوحيد والأنسب والأصح
وهالامور هاي. بعتقد خليني اوقف بهالمعلومه الخاطئه الاولى. اسا في 3 معلومات خاطئه تانيين حنجرب نركز عليهم بالفيديوهات التانيه. منير عجم مره تانيه، شكرا.